السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر، والنهاردة هنلعب لعبة كلاش رويال أجيام عشوائية. طبعا أنا الفيديو ده عامله كده عشان ألعب يعني أجيام عشوائية وأوريكم التشكيلة بتاعتي. طيب دي الريسكس، يعني أنا قلت ألعب جيم يعني كده وأصوره معاكم. طيب طبعا زي ما انتوا عارفين احنا وصلنا لهوك ماونتن، وأنا مش عارف أجرب تشكيلتي الصراحة، يعني ان انا محتار ما بين التشكيلات والحاجات دي. بس خلينا نلعب بالتشكيل اللي انا عاملها كده ونخش بيها اكيام. طيب قبل ما نخش بقى بالتشكيلة، ما تنسوش تضيفوا لايك وسبسكرايب عشان اعرف اكمل، ويلا نخش. طيب اهو واحد اسمه ايه، جيري، ايه ده، ماشي. طبعا انا حطيت اللي هم الملكي ده، ولا اسمه ايه، الحاجات الملكية دي، الجيش الملكي، الحاجات دي يعني، هو اسمه العربي كده. خليه كده يموت البيكا بدل السكيلتون. طبعا انا محضر السلسلة دي اسمها كلاش رويال من الصفر. لو انت عايز تعرف ازاي تحترف كلاش رويال من الصفر وازاي تعدي الساعة كذا وكذا، في السلسلة دي انا اعملها، يعني لو هينزل ليها فيديو النهاردة يعني. يلا يلا يا رام رايدر، الله عليك، يلا انت كمان يا دارك برينس، يلا. يلا 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 اجري اجري بسرعة. حلوة حلوة، وريسكوتون دخين كده على البرج دخين. ماشي حاضر، انا مش هحط عاج، انا هشوف احط ايه كده، هحط الملكي. ماشي رير ريكويرتس، كان اسمه حاجة كده بالعربي، كان اسمه مش فاكر والله. يلا كده يا جماعة، في انا لسه صاحي اهو، انا لسه صاحي والجيم حلو من اول كده. عمال هسيب اللي معاها فاز دي الفالكير دي تسيبها تدمر بتاع، مش معايا اكسير والله، انا مضطر يعني. طب ما انت يعني كنت ممكن تحطهم على السكيلتون، طب ليه بتعمل كده؟ الله علينا، مش عارف بيعمل ايه، مستخدم لك السهام على حاجات اصلا مش بتموت بالسهام، مش بتموت بالسهام، مش بتموت من السهام، بتموت بعواطف. طيب يا جماعة علينا، يلا نكمل احنا ان شاء الله بقى، خلاص هنكسر البرج ده كمان، نقدر نكسره، نقدر ولا ايه؟ ماشي نجيب السبيل دي يعني، مش مشكلة مش مشكلة، وكده كده اصلا الواد خسران، كده كده حضرتك خسران يعني، انت كده كده في الضياع اصلا فمش محتاجة. يلا نجيب الجولد تشيست، ماشي حلو اوي. انت بقى كل ده هنفتح تمام صندوق ماين دي تاسكس، هي دي يا جماعة التشكيلة بتاعتي اللي عايز يعملها يعني، بس لازم يكون معاك الرام رايدر، ولو مش معاك استبدله بالهوك رايدر بقى، مش عارف يمكن تكتي. سو رام رايدر يعني هو الراكب نفسه بيضرب، والكمان البتاع ده بيضرب كمان الكبش يعني. سكيلتون دراجون، انا اصلا مش بلعب سكيلتون دراجون، البطاقة دي يا جماعة محدش يلعب بيها، بطاقة يعني ايه يعني، استبدلها بالانفيرنو دراجون او الدراجون او البيبي دراجون اللي بلعب بيه. اوعى تلعب بالدراجون الاتنين دول،
هما اتنين بس لسهم ضعيف جدا، ولا البربري انا حط المشكلة ايه، ان الدراجون اللي هما السكيلتون دول يعني بيقعد يضربوا لمدة 30، تقعد تستناهم اول ما يضربوا يعني تحذفهم، لا تحس ان هو خلاص يا ابني سيبني اخد نفسي وبعدين اطلع البتاع دي، لا حاجة صعبة يعني، لا مش هتنفع. يلا كده يا جماعة، لو كان في فيديو لسلسلة جديدة اسمها سلسلة كاشوال من الصفر هينزل بعد الفيديو ده كده بكام ساعة او بعده على طول يعني، الفيديو ده نزل اهو. شفت انا عامل حسابي ان هو والله انا مش ساحر، انا عامل حسابي ان هو مع تسلا تقريبا او مع مرسيدس. نكمل يا جماعة، نكمل حي ايه ده ايه ده، يعني انا مش عارف حاجات ليه تلاتة سكيلتون عرضهم لي كده عشان احط الخشب يعني، هو فاكرني اللي هو اهبل او هو يمكن فاكر ان سكيتو عادي، يمكن ده مبتدأ في اللعبة وعنده كام كاس، 3669 59 تقريبا مش شايف. يلا تسلا تسلا، هو هيصدق بقى لما يلاقي تسلا اتدمر هيقوم حاطط لك البالونة. تسلا يا جماعة نصيحة، تسلا قصدي في حاجة ممكن انت متكونش عارف، ان تسلا مش بيموت بأي صواعق، مش بيموت بأي يعني اسبلات اللي بتتحدف زي النار وزي الأرز وزي ايه تاني والكهرباء برضه، اللي هو معمول من الكهرباء. حتى انا كنت بلعب بطولة لقيت ان انا حاطط كهرباء على البتاع مش بيموت، هو اصلا موجود يعني هو مش بيموت من اي كهرباء، فانت لو متعرفش ايه هو اديني قلت لك. طب يا حبيبي عايز نحط لك ايه يعني عشان السكيتون دول؟ ده ايه ده، تدمر البتاع ده يا رب ما يكسبش. ده نحط كيرم رايدر يا رب يا رب ما يكسبش. طب اوف هعمل نفسي مبسوط بقى وخلاص، ما انا عارف انا هخسر اصلا. ما اعمل ايه بقى، تسلا دي مش نافعاني خالص ولا ايه؟ طيب خلونا كده ايه نلعب جيم كمان، نستخدم الصقر بلاش التسلا دي، ده البرج نفسه ما بيعملش حاجة، البرج أصلا نفسه ضعيف. Good luck، انت هتعيط يا حبيبي، بيقول لي good luck ده حاسس ان هو هيزمني، واللي بيقول لي برضه يا جماعة هو البلايد ده حاسه اللي هو ايه، بيقول لي لعبك حلو بس انت مش في مستوية. الحمد لله، تمام. طيب
ونحط هنا ماشي. هقول بقى واو انت حطيت لي بقى ايه البتاع دي، هصعقها لك دلوقتي. ماشي يلا كده حطينا الوزرد. طب يا ابني البيكا ده اللي في العشرة ده طب يعمل حاجة. طيب طب يا دي الصوت، طب يعمل حاجة. طبعا يا جماعة السلسلة دي بتاعت من الصفر دي هتنزل بعد فيديو لما ينزل ان شاء الله. الفيديوهات يعني بتاخد وقت مع اول ما تنزل. ماشي احط اللي بيدروك بتاعه، احط انا كان بقى بيدروك. يلا فيس تو فيس هنحط السبيل ده. امال ايه؟ لا خلاص هي ماتت بقى، مش محتاج سبيل ده بقى ولا اي حاجه. يا ابني يا ابني هوبا، بص الخشب موت كل حد. طب حط اي حاجات. الله 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 ماشي. هو كده ربطه على اللي يعني والله يا جماعة انا كنت بلعب جوات ضد الميجا نايت وبكسبه عادي. يعني انك تكسبه ما بين البيكا اللي هو الضخم، انك تكسبه انك تحط كل بتاعت ما تسيبوش حتى يجري، ما تسيبوش حتى اللي هو ايه يقعد كده على الارض وبعدين يجي ينط زي الفل. يلا كده الخشم واخد كله. هو طبعا حط البتاع ده عشان ضمن يعني، قالك اللي هو ايه انا حطيت اي حاجه كده مع ان خلاص اصلا الوقت هيخلص، ممكن استمر كان زماني خسرت. حلو حلو اوي. طيب عندي كده خلاص كانت نهايه الفيديو. ويا جماعه ايه رايكم في التشكيله بتاعتي؟ انا كنت بقى جيمات عشوائيه وكده اهو، في صندوق اهو نويته واحنا كده فتحنا المنيو النهارده. طيب وكده يا جماعه كده خلاص كانت نهايه الفيديو. كان برضو معاكم عمرو، هينزل فيديو بتاع السلسلة. سلام يا بطاطس.